الحمد لله، كنبغيو نشكروا الجماهير اولا والشعب ديالنا اللي متبعنا حتى اللي عاونونا، بلا بيهم راه ما نقدروا نديروا والو. والحمد لله نبغيو ديما يساندونا ويشجعونا مزيان باش نقدروا نبينوا لهم بالله راه نقدروا نربحوا اي منتخب، جا اي منتخب نقدروا نربحوه. وان شاء الله هادشي اللي شفنا كيف ما كتشوف فراقك المنتخبات كاملين اللي دازوا راه صعابين، حتى وحده ما كانت سهله، والحمد لله حققنا الفوز. وان شاء الله نبريباريو الماتشات الجايه ان شاء الله. اش كيعني لك هدف انتصار ومشوا المربع الذهبي؟ شنو يعني لي نصف مصير؟ بالنسبه لي انايا الهدف بالخدمه ديالنا اول حاجه، كنشكر اللعابه على المجهودات ديالهم، وكما داروش هما الخدمه راه يوسف ما غيقدرش يماركي.